السلام عليكم ورحمة الله. محمد ثروت على صفحة مالي تونس منودي، يرحب بكم. إن شاء الله النهاردة هناخد المحاضرة الخامسة من المستوى الثالث لتعليم اللغة الروسية للمبتدئين بعنوان أوروك تريناتستي، الدرس الثالث عشر. كالعادة بنبدأ بفناتشيسكا زريا الصوتيات. سلوشايتيا استمع، مفترايتيا قرر، تشيتايتيا اقرأ. час ساعه او ساعه واحده في час في الساعه. три ثلاثه في три часа في الساعه الثالثه. пят اربعه في пять часов في الساعه الخامسه. шесть سته في шесть часов في الساعه السادسه. لاحظ هنا لما قلت час الساعه الواحده او الساعه واحده قلت في час، لما قلت تري قلت في تري تشاسا ضفنا الآ، لما قلت بيات في بيات شاسوف أو في شست في شست شاسوف الساعة السادسة. دفا اثنين ودفا تشاسا الساعة الثانية. فوسم ثمانية فوسم شاسوف الساعة الثامنة. ديسيت عشرة في ديسيت شاسوف الساعة العاشرة. ديفيناتسيت اتناشر في ديفيناتسيت شاسوف الساعة الثانية عشرة. خاتيم بنيات نريد أن نفهم. موجم بنيات نستطيع أن نفهم. يشو ني بني ماي لا زلنا غير فاهمين أو مش فاهمين لحد الوقت. أوجي بنيان بالفعل فهمنا، كلمة أوجي دي معناها بالفعل وبنيان معناها فهمنا. خاتشو أزنات أريد أن أعرف. مغو أزنات نستطيع أن نعرف. يشو نزنايو ما خاتشو أزنات أريد أن أعرف. مغو أزنات أستطيع أن أعرف. يشو نزنايو ما زلت لا أعرف. أوجي أزنال عرفت بالفعل. أوجي أزنال. سكولكا فريميني كم الساعة أو كم الوقت. سكولكا ستشاز فريمين كم الساعة أو كم الوقت الآن. سكاجيتي أخبرنا سكولكا ستشاز فريمين كم الوقت الآن. سكاجيتي أخبرنا باجا لوستا سكولكا ستشاز فريمين كم الوقت الآن. هنا بينتقل لك من جملة صغيرة إلى جملة كبيرة. كاتوري تشاس كم الساعة، لما عاوز أسأل عن الوقت الآن ما بسأل بسكولكا فريمين أو كاتوري تشاس. فيني زنايتي كاتوري تشاس ألا تعرف الساعة كام؟ فيني زنايتي ألا تعرف كاتوري ستشاس تشاس ألا تعرف الساعة كام الآن؟ إز فينيتي معذرة. فيني زنايتي ألا تعرف كاتوري ستشاس تشاس ألا تعرف الساعة كام الآن؟ بريخل وصل. لوكون بريخل لوكون وصل. لوكون بريخل وصل. لوكون إز كيتايا من الصين. في سنتيابر في شهر سبتمبر. لوكون بريخل وصل إز كيتايا من الصين. إيجي فوت وهو يعيش في ماسكفي في موسكو. في سنتيابر في شهر سبتمبر. لوكون بريخل وصل إز كيتايا من الصين. إيجي فوت في ماسكفي ويعيش في موسكو. أوجي ميزيتس بالفعل شهر حتى الآن. يعني ده هنا الغرض كله ده الانتقال بس من جملة صغيرة إلى جملة كبيرة، وكل ده الغرض الاستماع. نفس الكلام هنا. خاتشو أزنات أريد أن أعرف. يا خاتشو أزنات أريد أن أعرف. يا خاتشو أزنات أوكافويست مع من يقول. يا خاتشو أزنات أنا أريد أن أعرف. وكافويست مع من يكون. كارتا ماسكفي خريطة موسكو. ياخد شوز نات أريد أن أعرف. وكافويست مع من يكون. نوفايا كارتا ماسكفي خريطة جديدة لموسكو. هننتقل هنا لدراسة جزئية أهم من زمن الفعل في اللغة الروسية، وهو بلوشيا سلوجن زمن المستقبل. السنة زمن المستقبل المعقد أو المركب. المستقبل هنا يا جماعة للتعبير عنه في اللغة الروسية بستخدم طريقتين، إما بجيب فيرب بيت
قبل الفعل الأساسي، وفيرب بي كده بمعنى سوف، تمام؟ وليه تصريفات مع الضمائر الشخصية، إما بجيبه قبل الفعل مباشرة، تمام؟ أو بجيب الشكل التام من الفعل في المضارع. هنشوف الطريقة الأولى اللي هي بودوشاس لوجنو، اللي هي زمن المستقبل المعقد أو المركب، اللي أنا بجيب فيرب بيلت بمعنى سوف في البداية زائد مصدر الفعل، كده يبقى أنا حطيت الفعل أو الحدث بتاع الفعل في المصدر، زي وهقوم بتصريف فيرب بيلت مع الضمير يا بيبقى بالشكل ده بودو، مع الضمير تي بمعنى بوديش سوف، أنت سوف، أون وأنا هو وهي، بوديت هم هو أو هي سوف، مي بودي نحن سوف، ذي بوديتي أنتم سوف، أني بودوت هم سوف، زائد الفعل اللي احنا نستخدمه اللي بيعبر عن حدث معين، زي يا بودوت شيطات سوف أقرأ. ونلاحظ إن احنا الفعل في المصدر هنا بنجيبه في الصيغة الناقصة وليس الكاملة. تي بوديش أنت سوف بصاد تكتب، أون أو أنا بوديت جوليات هي سوف تتمشى، مي بوديون نحن سوف زانيماتسا نمارس، في بوديتيا أنتم سوف فتغرافي رفض تتصورون، أني بودوت هم سوف الدخات يستجيبون. ده تركيب الفعل في المستقبل، بجيب فيرب بوديت بصرفه مع الضمير اللي أنا هستخدمه زائد الفعل في الصيغة الناقصة في المصدر. وهناك طريقة تانية إن شاء الله هنعرفها في وقت لاحق. هناخد أمثلة كده. زفتر أوترا بكرة في الصباح يا أنا بودو سوف بصاد أكتب باسمه. شايفين هنا سوف أكتب رسالة أو خطاب بودو، بستخدم فيرب بوت بصرفه مع الضمير يا بمعنى سوف، وبعد كده مصدر الفعل الأساسي في الصيغة الناقصة. فيتشرم بالليل، مي نحن، ني بودي سماتريت سوف لا نشاهد فيلم، برضو حطيت فيرب بيت صرفت مع الضمير مي وجبت مصدر الفعل في الصيغة الناقصة. قاجددين كل يوم، توم واحد اسمه توم بوديت سوف وتشيت سلافا، كل يوم بيدرس كلمات. طيب أمثلة تانية. زافترا في باسكفيا بكرة في موسكو، بوديت سوف يقول بلاخايا بابودا طقس سيء. زافترا بكرة ناستاديونيا في الاستاد، بوديت انترسني إجراء لعبة شيقة سوف تكون بكرة. فيفاسكي سينيا في يوم الأحد في كلوبيا في النادي، بوديت نوفي فيلم سوف يكون فيلم جديد. زافترا أوترا بكرة الصباح، بوديت زانيتي يعني هتبقى في أشغال كتير. هنشوف هنا تصريف فيرب سبراشفت، سبراشفت بمعنى يسأل، وسبراسيد بمعنى يسأل برضه، ده الصيغة الكاملة واللي فوق ده الصيغة الناقصة. نشوف التصريف بتاع سبراشفت، يا سبراشفت أنا أسأل، تي سبراشفيش أنت تسأل، أني سبراشفت هم يسألون، سبراشفال سأل، سبراشفال سألت، سبراشفال سأل. زي يا سبراشفت أنا أسأل دروغا صديق، سبراسيت يسأل أو يطلب، سبراسيل سأل، سبراسيلا سألت، سبراسيلي سأل. الأمر بتاع الإمبراتيف بتاعه سبراسيل أو سبراسيتي. نشوف النص ده. موي مالتشي برات أخويا الأصغر فيكتور أو فيكتور أوتشين سريوزني يعني شخص جاد، إي أومني تشلافيك وماهر وشخص ماهر، أون خرشو أوتشيتسا منوغا شيطايوت يعني هو بيتعلم كويس، منوغا شيطايوت وبيقرأ كتير، بايتامو منوغا زنايت ولذلك هو يعرف الكثير. زافترا فيتشرم بكرة بالليل، باتلفيزر بالتلفزيون، بوديت إجراء سوف تكون هناك لعبة، شتوك دي شتو اسمها من جدي شتو بمعنى ما جدي أين أقدار متى، هي اللعبة اسمها كده ما أين متى. إيتا أوتشين تريسني تلفزيون إجراء يعني لعبة جميلة بتيجي في التلفزيون.
تريز ليتل بوديت سبراش بايت. المذيع سوف يسأل آ إجروكي عن اللعب بوديت أدفيتشات نارازنيا فابروسي، واللاعبين سوف يقومون بالإجابة بإجابات إيه مختلفة، أو يقومون بالإجابة عن أسئلة مختلفة. رازنيا فابروسي أسئلة مختلفة. نبريمير مثلا ستوديانت طالب إز فيري سبراشفايت. في طالب بيسأل أجدي إي كاكدا لودي ناتشنالي إجراد في شخمتي، أين ومتى الناس يبتدوا، يعني يبتدوا إنه بدأوا، متى بدأ، أين ومتى الناس بدأوا يلعبوا لعبة الشطرنج دي. إجروكي اللاعبين دوميوت يعتقدون أباتوم أدفيتشايت، وبعد كده بيجاوب على الأسئلة ديت. عزفت ربوي برات بوديت إجراد تام، أخويا بكرة هيلعب هناك. قلتوش بوديت أدفيتشات نا رازنيا فابروس، وسوف يجاب على أسئلة مختلفة. يا ماما أنا وأمي، بابا وأبويا، إي بابوشكا وجدتي. بوديم سباتريت إجرو، سوف نشاهد اللعبة دي بالتلفزيون بالتلفزيون. أبا توم بوديم جدات فيكتورا دوما، وسوف ننتظر فيكتور بالبيت. بابوشكا جدتي بوديت جاتوفيت، سوف تطبخ ناشا لوبيني تورت، أو سوف تجهز التورتة بتاعتنا المحبوبة لدينا يعني، أو المفضلة لدينا. فيتشرم بالليل ميف ميستيا، نحن معا. بوديم بيت شاي، سوف نشرب شاي. بوديم سوف بيت نشرب شاي. شاي ده تصريف فيرب أدفيتشات، الصيغة الناقصة لي، وادي الصيغة الكاملة أدفيتيت في المصدر طبعا. تصريفه مع اليا أدفيتشاي، يا أدفيتشاي أنا أجاوب، زي يا أدفيتشاي نافابروس أجاوب على السؤال، كلمة نافابروس يعني على السؤال. تي مع الضمير هتبقى تي أدفيتشايش، أنت تجاوب مثلا ناتيليجرام على التلغراف. أني أدفيتشاي هم يجاوبون، نافيسمو على الخطاب. الماضي بتاعه أدفيتشاي جاوب، أدفيتشاي جاوب، أدفيتشاي يجاوبوا. الأمر أدفيتشاي أو أدفيتشايتي. أدفيتيت، أدفيتيت دي بمعنى يجاوب، بس الصيغة الكاملة للفعل في المصدر. زي الماضي بتاعه أدفيتيل جاوب، أدفيتيلا جاوبت، أدفيتيلي جاوبوا، أدفيتيل أدفيتيلا أدفيتيل. تصريف فعل زي ازدفات بمعنى يعطي، وازداد بمعنى يعطي، ده طبعا الصيغة الكاملة ليه في المصدر، وده الصيغة الكاملة الصيغة الناقصة ليه في المصدر. التصريف بتاعه يزدايو أنا أعطي أو أخذته، يعطي إكزامن لقد أعطيت امتحان. تيز دايوش هو أنت تعطي، أنيز دايوت هم يعطونا، إزدافال أعطى، إزدافالا إزدافالا أعطت، إزدافالي أعطوا. يا بودو إزدافات أنا سوف أعطي، تي بوديش إزدافات أنت سوف تعطي. إزدافاي اعطي ده في الامر، او ازدفايتي ازداد ده الشكل الكامل ليه في المصدر، زي ازداد ازدال اعطى، ازدالة اعطت، ازدالي اعطوا. ازداي بمعنى اعطي، ازدايتي اعطي ده في الامبراتيف، زي ازدايتي كنيجي اعطي كتاب. زي ما احنا قلنا ان الفعل في لما اجيب زمن المستقبل اما بجيبه قبل الفعل الاساسي فيرب بيت مصرف مع الضمير اللي انا استخدمه، او بجيب صيغه الفعل الكامل وهو في زمن المضارع فيصبح مستقبلا، زي براتشتاي سوف اقرا، بودوتشيتات سوف اقرا. دي الصيغه اللي انا قلت عليها المركبه والمعقده، دي الصيغه السهله بتاعته البسيطه، براتشتاي سوف اقرا. هنا بيقول لك بودوشيا بروستي اللي هو المستقبل البسيط. تي اوجي انت الان، نابيسال كتبته باسمه داموي، يقول له هل كتبت، خطاب للبيت بالفعل. قال ييشو نيت حتى الان لا، يا نابيشو انا سوف اكتب يفو فيتشرون بالليل. واحد يقول لي فين هنا فيرب بيت مش معمول، وازاي بتقول سوف، اقول لك ان الفعل
او زمن المستقبل ليه طريقتين. الطريقه الاولى اما ان انا بحط فيرب بيض اللي احنا قلنا عليه قبل كده قبل الفعل الاساسي، تمام، او بجيب تصريف الفعل الاساسي اللي موجود عندي في الصيغه التامه للفعل، زي نبشو سوف اكتب، بس يكون في صيغه المضارع فيصبح مستقبلا. لما اقول لك يا نبشو يبقى سوف اكتب، يبقى انا لما استخدم الفعل في الصيغه الكامله بتاعته في زمن المضارع يبقى ده يعبر عن المستقبل. طيب صرف نيتا بيقول لك قارن ماريا شتو تي بوديش ديالت، ماذا سوف تفعلين؟ سيفو نابيتش النهارده بالليل تي بوديش سماتريت فيلم، هل سوف تشاهدين فيلم؟ الاجابه الاولى قالت نيت لا، سيفو نابيتش النهارده بالليل يا بودو بيسات ستاتو، انا سوف اكتب مقال. طبعا اللي انا جبت ايه صيغه المستقبل المركب او المعقد او المركب، تمام، باستخدام فيرب بيت مصرف بعد ضمير يا زائد الفعل الاساسي في الصيغه الناقصه فيصبح الفعل مستقبلا. طب تعال نشوف الناحيه الثانيه، نيت ني بودو، لا مش هشاهد. يا ييشو ني نابيسالا، انا لسه ما كتبتش ستاتيو المقال. سيفونا فيتشرا النهارده بالليل يا نابيشو، شوف هنا سوف اكتب يو ازافترا تي يو براتشتايش، وانت بكره سوف تقرا. هنا استخدمت بدولك يا نابيشو، يا نابيشو يعني سوف اكتب. الطريقة الثانية للمستقبل اللي أنا بجيب الفعل في الصيغة التامة لي في الوقت في زمن المضارع فيصبح مستقبلا، تمام، دي أسهل طريقة. ناخد بعض الأفعال، بيسات يكتب، ده الصيغة الناقصة للفعل، الصيغة الكاملة بي لي نابيسات يكتب، يا نابيشو أنا أكتب، تي نابيشيش أنت تكتب، أني نابيشي نابيشوت هم يكتبون. نابيشي أو نابيشيت ده الفعل في الإمبراطور، شيطات يقرأ الصيغة الناقصة، براتشيطات يقرأ الصيغة الكاملة للفعل، يا براتشيطاي أنا أقرأ، تي براتشيطايش أنت تقرأ، أني براتشيطايت هم يقرؤون، براتشيطايتيا صيغة الأمر، وتشيت يدرس الناقصة للفعل، في وتشيت يدرس الصيغة الكاملة للفعل، يا في وتشو، يا في وتشو أنا أدرس، تي في وتشيش أنت تدرس، أني في وتشات هم يدرسون، فيو تشيتيا ده الأمر بتاعه، ديالت ديالت يفعل الصيغة الناقصة للفعل، إز ديالت برضه بمعنى يفعل ولكن الصيغة الكاملة للفعل، ياس ديالاي أنا أفعل، تيس ديالش أنت تفعل، أنيس ديالاي هم يفعلون، إز ديلايتيا افعل. جاتوفيت يطبخ أو تطبخ الصيغة الناقصة للفعل، بري جاتوفيت يطبخ بس الصيغة التامة للفعل، يا بريغاتوفالو، يا بريغاتوفالو معناه يطبخ أو سوف يطبخ، يعني أنا جبت هنا الصيغة الكاملة للفعل، تي بريغاتوفيش أنت تطبخ، أني بريغاتوفيات، بريغاتوفيات هم يطبخون، بريغاتوف أطبخ أو بريغاتوفيتي أطبخ، هنا الفعل في الإمبراتيف المصدر الأمر، أو جينات يتعشى يتناول طعام العشاء، ده الصيغة الناقصة للفعل، الصيغة الكاملة اللي تحتيها اللي هي باوجينات معناها يتعشى، يا باوجينايو أنا أتعشى، تي باوجينايش أنت تتعشى، أني باوجينايو هم يتعشون، وينفع برضه سوف أتعشى، لأن هنا جايب لك الصيغة التامة للفعل في المضارع فتصبح كأنها مستقبلا أو تستخدم كمستقبل بمعنى أنا سوف أتعشى. باوجيناي صيغة المصدر صيغة الإمبراتيف الأمر أو باوجينايتي. ريشات يحل أو يقرر، ريشيت يحل أو يقرر ده طبعا الصيغة التامة اللي تحت، يا ريشو أنا أحل، تي ريشيش أنت تحل، أني ريشات هم يحلون، ريشي الأمر بتاعه أو ريشيتي. بعد كده سماتريت يشاهد، بس سماتريت برضه يشاهد الصيغة الكاملة للفعل اللي تحت والصيغة الناقصة اللي فوق، يا باسموتري أنت أنا أشاهد، تي باسموتريش أنت تشاهد، أني باسماتريات هم يشاهدون، باسماتري أو باسماتريتي الأمر، بافتريات يقرر الصيغة الناقصة للفعل، بافتريت يقرر يكرر برضه الصيغة تم الفعل، يا بافتريو أنا أكرر، تي بافتريش أنت تكرر، أني بافتريات هم يكررون،
بفطريتي قرر ده في الأمر. بقوبات يشتري صيغة ناقصة، قوبيت يشتري الصيغة الكاملة اللي تحت، يقوبلو أنا أشتري، تي قوبيش أنت تشتري، أني قوبيات هم يشترون، قوبي أو قوبيتي اشتري فعل في المصدر فعل في الأمر. زفانيت يتصل صيغة الصيغة الناقصة، بزفانيت يتصل برضو الصيغة الكاملة، يا بزفانو أنا أتصل، تي بزفانيش أنت تتصل، أني بزفانيات هم يتصلون. بزفاني أو بزفانيتيا ده الإمبراتيف الأمر بتاعه. سلوشت يستمع، بسلوشت يستمع طبعا الصيغة الكام التامة اللي تحت والناقصة اللي فوق، يا بسلوشا أنا بستمع أو برضو تعمل بمعنى أنا سوف أستمع، تي بسلوشايش أنت تستمع، أني بسلوشا هم يستمعون. بسلوشاي الفعل في الإمبراتيف في الأمر. برات يأخذ الصيغة الناقصة، فزات يأخذ الصيغة الكاملة، يا فازمو أنا أخذ، تي فازموش أنت تأخذ، أني فازمو هم يأخذون. فزال الماضي بتاعه، فازمي أو فازميت يا الأمر خذ. فات تي يدخل، يدخل لمكان زي فات تي في كلاس يدخل للفصل، فات تي في كورنر يدخل إلى الحجرة. هنشوف مثال لذلك. إزفينيتي معذرة، موجنا فايتي ممكن أن أدخل في الكلاس في الفصل؟ قال له ضاح نعم برجع الأستاذ تفضل. بكده وصلنا لنهاية المحاضرة الخامسة، أشكركم بحسن المتابعة، كل عنده أي سؤال يبقى يتفضل أسفل كل محاضرة يكتبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.